نشرة الأخبار مع صبري ساعة خبرية مفصلة فيها تتابعون رئيس الجمهورية يبحث مع نيجر فان بارزاني حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل ويؤكدان على التزام بالدستور في يوم بغداد رئيس الوزراء يجدد الالتزام بخدمة العاصمة وأهاليها ويدعو لشحذ الهمم والعمل من أجل ألق دار السلام ومكانتها الزاهية أبدا القائد العام للقوات المسلحة يلتقي مجموعة من ضباط وقادة حرس الإقليم ويؤكد أن مصير العراق واحد ومواجهة التحديات تتطلب الوقوف صفا واحدا المندلوي يوجه خطابا لوزارة المالية يدعوها فيه لإلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف النقالة الامين العام للامم المتحده يحذر من الاحتباس الحراري ويؤكد انه يشكل تهديدا وجوديا بالنسبه للبشر. اهلا بكم بدايه النشره من اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريه الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد. مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجر فان بارزاني لمناقشه حسم المسائل العالقه بين بغداد واربيله. اللقاء الذي عقد ظهر اليوم شهد ايضا التاكيد على ضروره الالتزام بالدستور واعتماد الحوار لتسويه القضايا العالقه، كما شهد اللقاء مناقشه ابرز تطورات الاوضاع في البلاد. وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء المهندس محمد شياغ السوداني وفريقه الحكومي وأجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج مشاركة الرئيس في القمة العربية بالجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ والترحيب العربي الواسع لأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم كما تم استعراض المشكلات التي تعاني منها القطاعات المختلفة وخطوات حلها بضمنها المسائل العالقه بين المركز والإقليم وموضوع المياه حيث جرى التشديد على الاستجابه لطموحات المواطنين إذ تعهد رئيس الجمهوريه ببذل كل المساعي للتفاهم مع دول الجوار للوصول إلى اتفاقات تحفظ للعراق حصصاً مائيه عادله مشيرا الى انه من موقعه سيعمل على دعم برنامج الحكومه الذي يهدف الى الارتقاء بالاوضاع المعيشيه والخدميه وحمايه الامن والاستقرار فيما ثمن رئيس الوزراء المواقف الداعمه التي يبذلها رئيس الجمهوريه لدعم جهود الحكومه في سبيل خدمه المواطنين وترسيخ الامن مؤكدا ان الحكومه ماضيه في هذا المسار وانها عزيمه على احداث تغيير في ملف الخدمات وصولا الى تلبيه طموحات الشعب عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتياديه اليوم برئاسه رئيس الوزراء المهندس محمد شياغ السوداني جدول اعمال الجلسه يتضمن مناقشه عده ملفات مهمه فضلا عن اتخاذ قرارات بعدد من القضايا والمواضيع في يوم بغداد جدد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياغ السوداني بمناسبه يوم بغداد التزامه بخدمه العاصمه واهاليها ووصف رئيس الوزراء في تغريده له بغداد بمدينه العراقه والتاريخ والرمز الماثل في الاذهان واشار الى ان يوم بغداد مناسبه لشحذ الهمم والعمل وتقديم المزيد من اجل الق دار السلام ومكانتها الزاهيه ابدا من جانب اخر وجه القائد العام للقوات المسلحه بالتنسيق مع وزاره الماليه لرصد مبالغ الخطه التسليحيه للقوات المسلحه رئيس الوزراء ناقش خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء لجنه التسليح في وزاره الدفاع واقع تسليح القوات المسلحه في ضوء التهديدات والتحديات القائمه كما جرى تقييم الاحتياجات والاموال المخصصه لتلبيتها موضحا ان الاجتماع شهد استعراض الخطط التسليحيه المعتمده خلال السنوات السابقه بدءا من العام 2004 والى غايه اليوم مع اعاده نظر شامله في مساراتها، فيما وجه رئيس الوزراء باعاده النظر بآليات التعاقد في ضوء الاولويات المدروسه وان يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز. هذا واكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه محمد شياغ السوداني ان المنهاج الوزاري للحكومه تضمن تقديم الدعم الكبير للاجهزه الامنيه والقوات المسلحه بجميع صنوفها لاداء مهامها في بسط الامن والاستقرار والدفاع عن وحده التراب الوطني رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من ضباط وقادة قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة أعرب عن تثمينه شجاعة قوات حرس الإقليم والتضحيات التي قدمتها خلال الحرب ضد عصابة داعش مضيفا أن مصير العراق واحد وتحديات كبيرة ومواجهتها تتطلب الوقوف في صف واحد والتنسيق العالي مع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة الاتحادية فيما أشاد الوفد بالإجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار وفي موضوع آخر وجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بتسريع إجراءات الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر في البصرة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر في بيان أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، عقدت هيئة المستشارين اجتماعاً خاصاً لتسريع الإعلان عن مشروع تحلية مياه البحر في البصرة. مضيفاً أن الاجتماع الذي حضره وزير الكهرباء ومحافظ البصرة وممثل وزارات الإسكان والموارد المائية فضلاً عن المكتب الاستشاري النمساوي. كرس للبدء بالخطوات العملية للمشاريع المعنية التي ستوجه نحو تحلية المياه وتشييد محطة كهربائية جديدة فضلا عن توفير المياه لرفع طاقة المكامن النفطية وفيما يخص مشروع قانون الموازنة الاتحادية شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياغ السوداني والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي على ضرورة الإسراء في تقديم وإقرار القانون وأكد الجانبان وفقا لبيان رسمي أهمية تعضيد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين واقتصاد البلد وتفعيل القوانين المعطلة فضلا عن إعطاء السلطات والأجهزة الرقابية دورا أكبر للقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام والحد من الفساد. وأكد المجتمعون ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية في إدارة الدولة لتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ووسط تفاؤل حيال إمكانية إقرار الموازنة المالية للعام المقبل طالبت اللجنة المالية النيابية زيادة تخصيصات المشاريع الخدمية ضمن الموازنة وفقا للبرنامج الحكومي فيما كشف نواب عن تفاهمات بين القوى السياسية وإنهاء الخلافات العالقة بين الإقليم والمركز لتمرير الموازنة تنتظر اللجنة المالية استكمال الحكومة مسودة قانون الموازنة الاتحادية في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والوفرة المالية المتحققة طيلة الأشهر الماضية مطالبين زيادة تخصيصات المشاريع بما يتلاءم مع البرنامج الحكومي الخدمي معولين على التفاهمات بين قيادات تحالف إدارة الدولة لتمرير الموازنة داخل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن وإنهاء الملفات العالقة بين المركز والإقليم حكومة الإقليم قبل ما تشترك في هذه الحكومه يعني كانت لديها شروط وهذه الشروط كانت إحداها متعلقه بالموازنه فحصل اتفاق سياسي وهذه الأطراف السياسيه المشاركه في الحكومه والتي اتفقت مع بعضها في الموازنه وفي غيرها هي المسيطره على مجلس النواب أيضا بالتالي لا أعتقد سيكون هناك سجالات كثيره. توافق أغلب الكيانات النيابيه على دعم الحكومه ومساعيها في تقديم الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادي ورغبه البرلمان في اقرار الموازنه الاتحاديه للشروع بتنفيذ الخطط الحكوميه قد يساهم بتمريرها دون خلافات سياسيه وفق نواب. اصرار اكو من جميع الكتل السياسيه على دعم الحكومه الحاليه بشكل قوي لتمرير كل امور البلاد المتعرقله ومن ضمن الامور المتعرقله هي امور الموازنه التي هي العصب الفاعل للدوله بالشكل الكامل. ولذلك جميع الامور التي هي محل جدل في الموازنات السابقه سنرى لها حلول في الموازنه القادمه ان شاء الله. وبرغم استحواذ الموازنه التشغيليه على نحو ثلثي القيمه الكليه للموازنه العامه ورغبه اغلب الكتل بتوفير المزيد من الدرجات الوظيفيه الا ان نوابا يعولون على طريقه اداره وتوزيع الحكومه للتخصيصات الاستثماريه فيها بما يساهم بتنفيذ برنامجها الحكومي احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شيع السوداني مستشاره لحقوق الإنسان بمتابعة حالة مواطن تعرض للتعذيب في الحجز بمحافظة كركوك حسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي معلومات تضمنت تعرض المواطن حسن محمد من كركوك إلى تعذيب خسر بسببه يديه بعد اعتقاله مده 37 يوما في المحافظه. في الشان الامني تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على قتله موظفه التقاعد في بغداد والقيام بكشف دلاله الجريمه. 15 قبل الحادث بيوم 15 2 15 2 2022 فرحت العلاوي رحت للصبح طلع لي اخوه الزغير قلت له صيح لعلاوي فطلع لي هو ظلينا نسولف انا على مود المجنع عليه قلت له عندي وحده اوديها عندها فلوس وعندها ذهب وعندها تليفونات حديثه فقلت له شنو الحال؟ انا اريد ناخذ ذن الفلوس والذهب اللي لابسته، شو عندك حل؟ قال قلت له اريد اريد عندك طريقه نسلفها بها؟ قال هي إيه موجوده نقط... ن... اروح وياك نقتلها وندفنها. في اقليم كردستان اكد جهاز مكافحه الارهاب ان القصف الايراني على مقر الاحزاب الايرانيه الكرديه جاء عن طريق عشرة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة على مدينة كويسنجق في محافظة أربيل ومنطقة فانسر في محافظة السليمانية بيان للجهاز أوضح أن الهجوم أسفر عن استشهاد شخصين اثنين وإصابة ثمانية مواطنين هذا وتلقى وزير الخارجية فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث أعرب الوزير عن موقف العراق إزاء الضربات التي طالت مواقع متعددة بإقليم كردستان العراق المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ذكر أن حسين عد تلك الضربات تجاوزا سافرا على سيادة العراق وأمن مواطنيه مؤكدا أهمية أن يكون الحوار سبيلا لإيقاف هذا التصعيد العدائي غير المبرر فيما وصف استمرار هذه الأعمال الانفرادية بالخطرة وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى بخصوص الاعتداءات الإيرانية الوزاره في بيان قالت انها تدين بعبارات شديده ما اقدم عليه الجانب الايراني من قصف مدفعي وطائرات مسيره على عدد من مناطق اقليم كردستان العراق والتي اوقعت عددا من المواطنين الامنين بين شهيد وجريح مضيفه ان هذا النهج الاحادي العدائي لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي الى الاستقرار ويعد تجاوزا سافرا على سياده العراق وامن مواطنيه مما سيتسبب في ارباك المنطقه ويرفع مستوى التوتر فيها واشار البيان الى ان وزاره الخارجيه ستتخذ الاجراءات الدبلوماسيه عاليه المستوى في هذا الجانب غير متوانيه عن حفظ سياده البلد وصونها بما يعزز امن شعبه نبقى في ملف القصف حيث قال المتحدث باسم وزاره الخارجيه احمد الصحاف قال ان الخطوات الاحاديه الانفراديه ستكرس المزيد من التوتر وتربك المنطقه وتعطي انطباعا عن العلاقات بشكل غير مستقر. الصحاف خلال استضافته في نشره سابقه اكد ان الوزاره تشدد على اهميه الحوار. وزاره الخارجيه العراقيه عبرنا انها سترتكن الى اجراءات ليست متعارفه او قلنا انها ستكون عاليه المستوى، بمعنى ان فور اعلان وزاره الخارجيه العراقيه عن صيغه البيان الذي نشر الى الراي العام ووسائل الاعلام فورا تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه السيد فؤاد حسين اتصالا من نظيره الايراني. بحث الامر في هذه الساعه بشكل مفصل وغير تقليدي بين الجانبين. السيد الوزير اكد ان لا بد من وضع حد لمساله الانتهاكات المتكرره للسياده العراقيه من يريد تعزيز الامن والاستقرار من يريد علاقات حسن جوار من يريد تداخل مجتمعي وعلاقات طيبه لا بد ان لا يذهب باتجاه خطوات انفراديه احاديه هذه الخطوات ستكرس المزيد من التوتر ستربك المنطقه ستعطي انطباع عن العلاقات بشكل غير مستقر ومعنى ذلك ان السيد الوزير اكد الى اهميه الارتكان الى الحوار واعتباره سبيلا وحيدا ومنفذا طيب بدورها دانت بعثه الامم المتحده لمساعده العراق ونامي الهجمات الايرانيه على اقليم كردستان وذكرت البعثه في تغريده لها انها تدين تجدد الهجمات الايرانيه بالصواريخ والطائرات المسيره على قيم كردستان والتي تنتهك السياده العراقيه مشيره الى انه لا ينبغي استخدام العراق ساحه لتصفيه الحسابات ويجب احترام سلامه اراضيه فيما اشارت الى ان الحوار بين العراق وايران حول الشواغل الامنيه المشتركه هو السبيل الوحيد للمضي قدما إجراءات هيئة النزاهة الاتحادية أصدرت الهيئة أمرَي استقدام بحق نائبين في البرلمان لارتكابهما عمدا ما يخالف واجبات الوظيفة والتصرف برواتب أحد أفراد الحماية الشخصية. وتم استقدام محافظ نينوى السابق عضو مجلس النواب الحالي على خلفية فيديو مسرب نشير على مواقع التواصل يظهر فيه المذكور وهو يؤدي القسم بخدمة تحالف سياسي. فيما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام عضو مجلس النواب سابق عن تسلمه رواتب ومخصصات أحد أفراد حمايته في الشان البرلماني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ضرورة إلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات الرصيد للهواتف النقالة نتيجة ما تسببه من ارتفاع بكلفة الاتصالات على المواطنين وأوضح المندلاوي في خطاب وجهه إلى وزيرة المالية أن الحكومة فرضت عام 2015 ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال بسبب عجز الموازنة آنذاك نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب ضد الإرهاب، مؤكداً انتفاء الأسباب الموجبة لفرض هذه الضريبة في الوقت الراهن نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وكان نائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي قد تراس اجتماعا موسعا يوم امس للجنه العمل النيابيه بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعيه احمد الاسدي لوضع اللمسات الاخيره على مشروع قانون رعايه المعاقين. بيان لمكتب النائب الاول ذكر ان الاخير اكد ان شريحه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه عانت كثيرا خلال العقود الماضيه. مشددا على يكون الاهتمام بهذه الشريحه وانصافها من اولى خطوات البرلمان وذلك عبر تشريع قانون ضامن لحقها فيما تبادل الاجتماع المقترحات مع الجهات ذات العلاقه لتضمينها في قانون ذوي العوق والاحتياجات الخاصه اضافه بعض التعديلات على نصوص القانون وبهدف تخفيض نسبة الفقر في البلد، بدأ العمل بالبرنامج الحكومي لدعم الفئات الفقيرة وتوفير الأموال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذ تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع الخطة الكاملة لهذا الغرض، ووصول عدد المتقدمين على شبكة الحماية الاجتماعية إلى مليون ونصف المليون. توسعه الشمول بشبكه الحمايه الاجتماعيه وتفعيل القطاعات الانتاجيه ابرز الخطوات التي تضمنها البرنامج الحكومي للتخفيف من ازمه الفقر في البلاد التي ارتفعت في السنوات الاخيره بدأنا بوضع الخطة التي ستقدم في الأسبوع القادم لمناقشة في مجلس الوزراء والتي تعني بتوسيع الشمول فيما يتعلق بشبكة الحماية فتحنا النافذة الإلكترونية المتقدمين إلى الآن أكثر من مليون ونص سيبدأ البحث بعد يوم 22-11 ونتوقع بعد إجراء التقاطع المعلومات مع الدوائر المعنية قضية الفقر والعوائل المتعفة بالعراق الآن عبرت حتى النصف بسبب الوضع الحالي بسبب الاختلافات السياسيه الموجوده كلها تاثر على المجتمع وبالتوازي مع تحركات الحكومه لاستيعاب البطاله في القطاع الحكومي فان لجنه العمل النيابيه تعمل سريعا على انجاز قانون الضمان الاجتماعي والتقاعدي للعمال لتفعيل القطاعات الانتاجيه التي من المؤمل ان تشارك الحكومه في معالجه ازمه الفقر عبر دعم حكومي للشركات والمعامل الخاصة كل ما يحتاج المواطن العراقي البسيط راح نضمنه بقانون ذوي الإعاقة وأيضا قانون ضمان التقاعد والتقاعد العمال جادين بهذا العمل معازمين على اقرار قوانين هذه بهذا بهذه هذه الاشهر طبعا القريبه ان شاء الله دعم القطاع الخاص، اعطاء قروض للشباب لفتح مشاريع صغيره وتدريبهم على هذه المشاريع ويؤكد نواب ان ازمه الفقر والبطاله لن تنتهي باستيعاب الفقراء والبطاله في توزيع الرواتب والتعيينات في القطاع الحكومي وانما بدعم الصناديق التنمويه والمشاريع المدره للدخل التي تبنتها الحكومه عبر وزاره العمل والمؤسسات الاخرى ومع اهميه توسعه الشمول برواتب شبكه الحمايه الاجتماعيه للتخفيف من ازمه الفقر في البلاد الا ان نوابا يقترحون التسريع بتفعيل القطاعات الانتاجيه لانهاء الازمه سجاد الموسوي العراقيه الاخباريه بغداد قررت جامعة السليمانية إيقاف الدراسة في جميع كلياتها، وقال مكتب رئيس الجامعة في بيان له إن القرار اتُخذ بعد اجتماع لمجلس الجامعة لحماية الطلبة وحفظ الأمن وكذلك لعدم تعطيل حركة المرور وأضاف الاجتماع أكد على دعمه مطالب طلبة المشروع ومنها توزيع المنحة المالية ويوم أمس اندلع اشتباك أيضا بين طلبة جامعيين محتجين وقوات الأمن خلال محاولة تفريق تظاهرة أمام رئاسة جامعة السليمانية بالغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة طلبوا خلالها بصرف وزيادة المنح الشهرية وتخفيض رسوم الدراسات المسائية وتحسين نوعية الخدمات في الأقسام الداخلية في ميسان وضعت الحكومة المحلية الحجر الأساس لمشروع توسعة كلية الهندسة المشروع تضمن إنشاء قاعات ومختبرات علمية لاستيعاب الزيادة الحاصلة في أعداد الطلبة في الكلية تم وضع حجر الأساس لمشروعين اللي هو مشروع اقسام ومختبرات قسم الهندسه المدنيه وكذلك انه مختبرات واقسام وقاعات قسم الهندسه الميكانيكيه وهذا ضمن خطه عام 2021 تقوم محافظه ميسان بانشاء مشروعين في جامعه ميسان اللي هي الجهه المستفيده مشروع انشاء قاعات ومختبرات قسم الهندسه المدنيه ومشروع انشاء قاعات ومختبرات قسم الهندسه الميكانيكيه تبلغ كلفه المشروع للهندسه المدنيه هو هي 806 مليون دينار وبالنسبة للهندسة الميكانيكية مليارين و268 مليون الحقيقة الجامعة بمحاجة ماسة لهكذا مشاريع حتى تستوعب الأعداد المتزايدة من طلبة جامعة ميسان وإن شاء الله المشاريع القادمة راح تصب كلها بهذا الهدف في بغداد أعلنت مديرية المرور العامة حصول أضرار بجسر الأمانة بسبب اصطدام آلية من نوع بوكل محمولة على مركبة مدير المرور اللواء طارق الرباعي في تصريحه الإخباري أشار إلى قطع الجسر أمام حركة السير لحين معالجته مؤكدا فتح ممرات أخرى بالتنسيق مع قائد عمليات بغداد لتخفيف الزخم الذي سببه قطع الجسر مبينا أنه تم التوجيه بمنع مرور مركبة الحملة الكبيرة على سرير محمد القاسم ذهابا وإيابا استعدادا لعمليات الصيانة عدم تحوطاته للامان وعدم اتخاذ الاجراء الصحيح باصعاد هذه النقاره اذا تلاحظ صعوده مخالف للمعتاد عليه المفروض الماكينه بالخلف والذراع النقاره يكون خلف ليس موازي للمرض نعم حتى لا سمح الله اي تحرك لهذا الجق وارتفاعه ما يؤثر حتى على قياده المركبه الساحبه عبر الجسور اللي تعرف جسر ملعب الشعب جسر المشاة مال الجامعه التكنولوجيه الظهر ارتطم بهذا الجسر نتيجه خلل بالجبن هذا تحليلي الشخصي لانه اذا تلاحظ الجق الجقات مفتوحه ادى الى اصطدامه مع المسند للقاعده لجسر الامانه، منع استخدام اللوريات ودخولها في هذا المكان من ثلاثة طن صعودا، يعني اربعة طن صعودا ما يمر اي لوري القادم من ساحه قرطبه السريع باتجاه هذا الجسر جسر الامانه. اجراء مؤقت هذا ولا اجراء مؤقت بين بين على العطب اللي صار. من جانبه وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بالمباشرة في صيانة جسر الأمانة الذي تعرض لحادث هذا اليوم أمس بالتنسيق مع مديريه المرور العامه بيان للامانه ذكر انه تم تشكيل فريق فني متخصص واجراء كشف موقعي للجسر وتقييم الاضرار مضيفه ان الفريق الفني الذي تم تشكيله من المكتب الاستشاري لجامعه بغداد اوصى بقطع الاتجاه الذهب الى الكراده وطريق محمد القاسم واشارت الى اتفاقها مع احدى الشركات المختصه لغرض رفع الدعامه المتضرره ومن ثم سحب الحفاره كونها ما زالت متداخله مع جسم الجسره والاستمرار بفصل الرافد المتضرر. امتياق كبير لسائقي العجلات في بغداد بسبب استمرار الازدحامات من ساعات الصباح الاولى وحتى انتهاء النهار مما دفع مديريه المرور العامه الى تقديم عدد من المقترحات لمجلس الوزراء للتصويت عليها. أبرزها ترقين قيد المركبات وإيقاف بيع الأرقام للعجلات الحديثة فيما تحدثت أمانة بغداد عن عدة إجراءات لفك الزخم المروري منها نشر عدد من المرائب في عموم العاصمة مشهد يلخص فوضى العجلات المختلفة التي اختنقت بها شوارع بغداد ثلاثة ملايين سيارة خلقت أزمة مستدامة في حركة الطرق وتصاميمه تعود لعقود ماضيه دون اي تطوير او تحديث تقليل الزحم بالسيارات تسقيط تسقيط السيارات تسقيط الارقام او توسيع الشوارع هاي وحده ثاني شيء الازدحامات الطرق مالتنا قديمه يراد لها تجديد محتاجين تنظيم شوارع السير يعدلو نفق السريع ماكو محمد القاسم نفسه يعني ما يعني ما يوفرون كل شيء ما وفرون من استيراد لها يعني كل كل الاستيراد فاتحين اجراءات واليات سريعه لمعالجه تلك الزحامات اعلنتها مديريه المرور سترى النور خلال ايام قليله واخرى اعلنتها امانه بغداد تتعلق بالجسور والانفاق والمرائب ستكون على مستويات قريبه وبعيده في ظل توفر الاموال اللازمه لتنفيذها القرارات التي تم رفعها الجهات العليا الى رئاسه مجلس الوزراء هي اولا العوده الى نظام ترقيم قيد المركبات وايقاف منح ارقام التي تمنح من قبل مديريه المرور العامه لقاء مبالغ معينه من المواطن حسب سلندر المركبه كذلك انشاء مناطق حره في الحدود لبيع المركبات القديمة للمواطن الذي لا يريد أن يرقن قيد مركبته فك الاختناقات من جانب المرور بعدم الاستيراد هذا الجانب المهم أنه عدم استيراد سيارات حديثة تقليل من الستوتات تقليل من التوك توك أكو مناطق تدخل بيها أكو مناطق تبع ما تدخل ترقيمها ترقين قيد البعض من عدها، ترقين قيد السيارات القديمه، دخول سيارات فقط 22 او 21 هاي القوانين راح تساعد اضافه الى الباركات لا تنسى انه امانه بغداد معنيه في موضوع بغداد 14 بلديه و15 بلديه لازم كل بلديه على الاقل عندنا 10 باركات نموذجيه. وعلى الرغم من الاجراءات العديده التي اتخذتها مديريه المرور العامه الا انها لم تحد من الزحامات المروريه التي ارهقت المواطنين ودمرت الطرقات الرئيسه والفرعيه. عباس نعم العراقيه الاخباريه بغداد. بنسب انجاز متقدمه يواصل فريق الجهد الهندسي والخدمي حملته لتطوير البنى التحتيه والاساسيه في المناطق المحرومه في جانب الكرخ من بغداد اذ شهدت منطقتا تاجيات والحريه الشماليه العاصمه اكساء الشوارع وتاسيس شبكات الصرف الصحي والكهرباء. فضلا عن الشروع في سد النقص الحاصل في المدارس والمراكز الصحية في مناطق الكرخ من بغداد وتحديدا ذات الكثافة السكانية العالية تتضاعف الجهود من فريق الجهد الحكومي إذ إن العمل لا يقتصر على البنى التحتية والأساسية وإنما ذهب باتجاه الاتفاق بين الفريق وأهالي المناطق على تجهيز البنى الصحية والمدرسية بمستلزماتها أعمال قشط وتسوية الطرق الرئيسية وتهيئة الفرعية منها للإكساء مستمرة في التاجيات شمالي بغداد المنطقة تضم 2400 قطعة سكنية يجري العمل فيها بتنسيق بين دائرة بلدية الكاظمية وآليات الحشد الشعبي أمانة بغداد وجود دائرة بلدية الكاظمية ودائرة المشاريع وجهد الهندسة والحشد فالحمد لله هاي كانت دائما ما مبلطه وشغلات مطر بيها وصراحه المنطقة تعبان كلش فاذا هذا الشارع بصراحه اذا وانفتح راح يخدم اغلب الناس منه بالذات راح يخف عن الزخم مال الدوار وجود الجهد ودعم دوله رئيس الوزراء ودعم امانه بغداد والحشد الشعبي اللي ما قصروا ان شاء الله نستبشر كل خير ان شاء الله بها بعد ما اجى الجهد منطقة الدوانم التابعة إلى الشعلة شهدت هي الأخرى وصول فريق الجهد الحكومي الذي اتفق مع الأهالي على طبيعة الخدمات المطلوبة والأولويات بالنسبة إليهم منطقة دون منطقة كثيفة أربعة ألاف دون مساحتها عدد وحداتها السكنية أربعة ألف ألف هي وشاكر العاني والمناطق المحيطة بها حدود المليون ساكن، منطقة كثيفة استهدفناها من حوالي اسبوع ولا زلنا مستمرين بها. كل منطقة تحتاج إلى خدمات، بالتأكيد الفريق الكهرباء وفريق الصحة وكذلك التربية يرافقونا بأي منطقة احنا ندخل حتى نعالج النواقص اللي موجودة بالمدارس والمراكز الصحية. شارع شاكر العاني في مدينة الحرية شهد تقدماً ملحوظاً في مراحل مدي شبكات الصرف الصحي إذ تمت مضاعفة الآليات التي تعمل للإسراع بإنجاز المهام والانتقال إلى مرحلة الأرصفة والشوارع من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية في الأخبار الدولية عدت مسودة بيان قمة العشرين التي انطلقت في جزيرة بالي بإندونيسيا استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها غير مقبولة مسودة البيان أكدت أن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا ويحذرون من تضغيتها على الاقتصاد العالمي وسط مطالبات بضرورة تمديد صفقة الحبوب وحث رئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب حرب بارده اخرى بين القوى الكبرى انطلقت أعمال قمة العشرين بمشاركة 17 رئيسا في جزيرة بالي الإندونيسية وسط توقعات بأن تهيمن عليها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وشدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال كلمة افتتاح أعمال القمة على أنه يجب تجنب حرب عالمية أخرى وأضاف يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا ومن المتوقع أن يضغط قادة غربيون باتجاه إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا وتضم مجموعه العشرين روسيا فانه من غير المرجح التوصل الى توافق في الاراء بشان الصراع في اوكرانيا الذي تصفه روسيا بانه عمليه عسكريه خاصه وكان اللقاء بين الرئيسين الصيني والأمريكي هو الحدث الأبرز قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين وذلك لأنه اللقاء الأول بالرئيس الصيني منذ تولي بايدن منصبه في وقت تراجعت فيه العلاقات بين القوتين العظميين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود وتبحث قمة مجموعة العشرين أزمة الطاقة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا ويتوقع أن تتبنى اتفاقا يعزز مبادئ التحول إلى الطاقة النظيفة وتقدم إندونوسيا التي تستضيف القمة مسودة لخريطة طريق ترسخ التعاون بين الدول في مجال تحويل الطاقة والاستجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش أن الاحتباس الحراري يشكل تهديدا وجوديا بالنسبة للبشر. جوتريتش خلال مؤتمر صحفي في إندونيسيا أضاف أن مجموعة دول العشرين اتفقت على بذل الجهود للمحافظة على عدم ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن تبني مصادر الطاقة المتجددة. العلوم تقول أن الاحتباس الحراري يمثل تهديدا وجوديا لنا على كوكب الارض لكن الانبعاثات ودرجه الحراره مستمره في الارتفاع ونحن نقوم بالشيء نفسه ونتوقع نتائج مختلفه وهذه المره قمنا بمقاربه مختلفه هناك اتفاق بين الفئات المختلفة من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة والدول المتقدمة ودول العالم الثالث ومجموعة العشرين مسؤولة عن ثمانين في من الانبعاثات وذلك قد إذا لم يكن هناك تعاون فسينعكس ذلك سلبا على التعاون الدولي إذا ستقوم دول المجموعة العشرين بجهد أكبر للمحافظة على هدف عدم تجاوز ارتفاع بدرجة ونصف وكذلك الدول الصاعدة سوف تضاعف جهودها من أجل تبني مصادر الطاقة المتجددة وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو لمحاسبة روسيا على انتهاك القانون الدولي بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا وكذلك دفع تعويضاتنا ما في واشنطن فقد كشف مسؤولون أمريكيون عن قيام الخارجية الأمريكية بتحضير لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في قرار أثار الكثير من ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بشأن آلية لتعويض أوكرانيا عن الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب المستمرة منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي ويطالب القرار بتحميل روسيا مسؤولية أي انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا وأن تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي ولا سيما من خلال تعويض الضرر المادي والبشري من جانبه ندد مندوب روسيا لدى الامم المتحده بالقرار معتبرا انه يعبر عن رغبه الدول الغربيه في اضفاء الشرعيه سلفا على استخدام الاصول الروسيه المجمده لمعاقبه موسكو وزار الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي مدينه خيرسون التي انسحب منها الجيش الروسي موجها اتهامات لموسكو بارتكاب جرائم حرب بالمدينه، وقال زلنسكي ان التحقيقات وثقت بالفعل اكثر من 400 جريمه حرب ارتكبتها روسيا خلال احتلالها الذي استمر ثمانيه اشهر. وفي الجانب السياسي أوصى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان زيلينسكي وفريقه بالبدء في التفكير بمطالب واقعية وأولويات التفاوض بما في ذلك إعادة النظر في هدفه المعلن المتمثل باستعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم كما قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي ناتو يانس ستولتبرغ ان الامر متروك لاوكرانيا لتقرير الشروط المقبوله للمفاوضات لانهاء الحرب التي تشنها روسيا عليها مضيفا ان دور الحلف يتمثل في دعم كييف ختاما نذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يبحث مع فان بارزاني حسم المسائل العالقة بين بغداد واربيل ويؤكدان على الالتزام بالدستور. في يوم بغداد رئيس الوزراء يجدد الالتزام بخدمة العاصمة واهاليها ويدعو لشحذ الهمم والعمل من أجل ألق دار السلام ومكانتها الزاهية أبدا القائد العام للقوات المسلحة يلتقي مجموعة من ضباط وقادة حرس الإقليم ويؤكد أن مصير العراق واحد ومواجهة التحديات تتطلب الوقوف صفا واحدا المندلوي يوجه خطابا لوزارة المالية يدعوها فيه لإلغاء الضريبة المفروضة على بطاقة شحن الهاتف النقال وتابعت ملامين العام للأمم المتحدة يحذر من الاحتباس الحراري ويؤكد أنه يشكل تهديدا وجوديا بالنسبة للبشر القاكم على راس الساعه المقبله